وتعلمنا العام ما عطاوش ليك باش تمشي ديرو في شركه اللي عندها اهداف ربحيه، عطاو ليك الجمعيه اللي عندها اهداف غير ربحيه لمهمه تاع التكوين والتاطير وتاسيس الثقافه ديال هاد الشاب اللي يكون عنده مستقبل يرفع الرايه تاعو يمشي لقطر مره اخرى او بمعنى كاس العالم. راه الا تفكرنا بشويه وبعدنا كلشي راه ممكن نتلاقاو الحل هنا. مش انا ماشي كنقطع الصباح ما عندناش اشكال، ولكن ما نبعدوش على جوج الحوايج. الراي كيفي انا بوحدي اكون او لا اكون، هذا سيدي له صحي له صحي سيدي صحي له. حاجه ثانيه ما نحاكموش صحابنا لان ما لقيناش يوم داكشي اللي بغينا، وهذا الشيء راه وقع. كنا معاهم في المعارضه بغينا يوصلوا، ماشي انا بعدا وصلوا دشوا دخوا تكتفوا ما عرفوش يديروا نزلوا، يقولوا ما تنزلش نزل راه هي ما نزل غادي ينزلوا بالقوه. والناس يقول لك اليوم كلشي ينزل، وراه هي اليوم كلشي ينزل، بغا سيدي له يبقى بوحدو مستعدين دابا نحاسبوا سيدي له بوحدو ولا الشارع. ولكن ما بغيناهاش لانه عطى، بغينا نحميوه حتى الا خطا في التسير ماشي مشكل، خطا في التسير تستغرق لا صعيب وهو يكون تزوير، ولن نقول كاين تزوير، غنقولوا ودي كاين اخطاء في التسير وقلناها. المره اللي فاتت وجدنا الزياد من 147 خرق المره اللي فاتت، اليوم استحينا نقولوا باقي راه كاين ماشي الخرق اللي كاين، هذاك الشيء راه فوق ما تصوروا يا بالكم. راه حنا ما قدرناش نتفقوا نديروا دعوه للجامعات بالشكليه تاع اللي محدده لك في النص، مع العلم جات الجامعه قالت لكم ودي ما بقاو ديروا والو، انا نوريكم كيف ديروا. هاكي كديروا جامعه عادي، هاكي كديروا الاستدعاء، ها هو النصاب، ها جو الاعمال، ها المحاسبه، ها الشفافيه، ها الديمقراطيه، هادشي كله الرئيس تاعنا، الرئيس تاعنا اللي المؤسستين المعنويتين الماليه والاجتماعيه ما وغاش هادشي، ما كيعنيش هو بتاتا. وإلا بغيتي سيدي لو تسير بوحدك، حنا قول لنا صرفو خليوك تسير بوحدك. أنت أخطأت السيد الرئيس لأنك ما سمعتيش الناس اللي معاك، كبير فينا وصغير فينا، اللي قاري واللي ما قاريش، اللي فيها وما فيهاش، ما بغيتي تسمع حتى لشي واحد. واليوم استفدتي واحد المنظمة ديال الدعم ما كايناش عند شي منظمة في المغرب. سيدي لو راضي عليه أمو بالطول والعرض. اللي ما يمكن يدوز شي بلاصة يدوز عند سيدي لو. ولكن ما واش يحمد الله، لأنه اليوم راه حنا عندنا مشكل. راه إما نكونوا يدو حدا ونصلحوا ونستدركوا ونقولوا هذا الراجل عطا وكنشهدوا عليه عطا، وكنقول له ودي كان في واحد الوقت اللي كان تحت، ولكن راه اليوم حنا كاينين. إيه ما عندناش الفلوس، عندنا الأفكار، ولا ما عندناش الأفكار، عندنا الدراع، ولا ما عندناش الدراع، عندنا التضامن. راه الفلوس إلا قلتي أنت جبتيهم، رانا دخلتي النادي ما كانش اللي تسير بهذا المبلغ. راه من وصلت للحسنيه كتضرب، واش الحسنيه ديال 8 مليار؟ واش غتهربوا لنا ب او واش الحسنيه ديال 8 مليار؟ ديال 7 مليار؟ راه جاو فرق عندهم كيسيروا بمليار. جمعوا غير فراقي هكا وجاو حنتونا. فيما يتعلق بالمدرب وبالله عليكم راه قلنا ودي راه ما يمكنش. قلتو نديرو كذا كذا، عندنا واحد مساعد مدرب كيتخلص 4 مليون ونص، وكاين في الدار بيضاء الله يكبر بيه حتى هو مراضي عليه، وعندو الطوموبيل والتليفون والمازوط والدار. فراسهم بأنه ما كاينش هنا، فراسهم المدرب ما يحاسبوش ضمن مجموعة، واش فراسهم بأنه الناس اللي كيسيروا الشركة، وزيد عطيه في الشركة. هاد الناس في الشركه بعدا الاخرين راه مستعدين حتى هو واخا ما قالوا مستعدين يمشوا. علاش؟ لان نفس المشكل الرئيس اللي كاين هنايا كاين هنايا. الرئيس كريم بكر دابا يجي عمرك شي 400 مليون كيبيع لها 200 مليون مطعم كاع كيدير لها، كيحول نزاع رياضي، نزاع جنائي، نزاع مدني، نزاع تجاري. علاش؟ هو هكا داير طيب راجل مزيان ولا ما كيسمعش. هذا مشكل، تكون شي ما بغيتي تكون، ولكن عطيك مليار تصرفوا لي دابا ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش تصرف لي مليار دابا. هاد اللاعب اللي دار الفتح، إلا دخلتوا القائمة داك الموقع اللي كيقدر قيمة اللاعبين، يقدر فوق من 360 مليون، 400 مليون ياك؟ 420 مزيان، واش راسهم بأنهم في شركة؟ هذاك راه داخل في باتريمون.
عليكم واش فرصوا بان عرفنا ايش عند فتح خدمين ايش عند فتح واش فرصوا بان المغرب راه ما كتخبى حتى حاجه واش فرصوا داك السيد اللي دا عرفنا شكون دا علاش دا كيفاش دا ولكن كنسكتوا علاش انا كنقولوا استروا اودي حنا انسوا كسي اسي فاش كنا كنلعبوا لا فينال ديال الكمبيوتر كاس العرش او كنا في الكاس الافريقيه كان الرئيس مزيان دابا فاش كاينين المشاكل راه الرئيس ما مزيان هاد المسائل كلها لا ديال المدرب ولا ديال التدبير هادشي راه كيدير في المكتب ولا في المجلس الإداري سي باكيتا مدرب عالمي جبناه كانوا عنده لي ديبلوم وكانوا عنده هذا ولكن كان مشكل باللغة أنا قلتها في الأول بلي هناك مشكل ديال اللغة ديال السيدة ما كتفهموهاش بالقضية لا راه كاين مترجم صافي واخا صافي ماشي مشكل راه كان قال لك في الدول الأخرى العربية كان كيهضر كيترجم ليه السيد ولكن في الدول الخليجية راه الناس كتهضر العربية بطبيعة الحال وكلشي كيهضر لونجلي إذا ربما نجح هذا السيد في هذا البلد ونجح في البرازيل ولكن صعيب باش انه ينجح في المغرب كل شكون اللي سنى ليه وشكون اللي اختاره وي مزيان شكون اللي سنى ليه وشكون اللي اختاره شكون اللي اختاره هو المكتب هذا عذر نقبح من زل السيد الرئيس لا لا شوف سي هذا كما ترجمان زدتو ترجمان وخلصتو الترجمان عطيتوه للسيد غير بلاتي تنسى ليه ونعرفك الكلمه كنقول لك دابا هذا السيد هذا التهرب هذا السيد الرئيس لا ماشي تهرب هذا القرار ديال القطر القضيه ديال المدرب لا بلاتي لا خليك خليوني نهضروا هضروا من بعد لان يا اختار كانوا جوج ديال الاسماء ديال المدربين وتختار باكيتا وصوتوا عليه الناس في المكتب بالاغلبيه وتختار هذا السيد نعم ثلاثة مزيان دونك باكيتا فاش خديناه عن القناعة من بعد الانتدابات انا ما عمرني في حياتي أكثر من 10 سنين هذه أنا تقريبا 10 سنين ولا رئيس ولا فاش كنت تريزوري وهذا ما عمري دخلت في انتدابات الانتدابات كنعطي دائما كارت بلونش للمدرب هو اللي كيختار اللاعبين اللي بغا هذا الشيء اللي كان بالنسبة لفاشل وفاشل في الجمعية وفاشل ما كنتش فاشل أنايا فاش كانت الحسنية في أبهى صورة كان سيدي نو مزيان وسيدي نو فاش كتوقع في الفرقة والفئات الصغرى اليوم شكون اللي كيمول الفئات الصغرى هاو ملاعبين هادي شي عندك المينيم في بنكرير ليستوار جديدة هادوك في مراكش هادوك جديدة شكون اللي كيمولهم راه سيدي نو كيخصو يمول لان ما غنديروش فورفي لا 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 هي كنهضر معاك هي كنهضر معاك كيفاش دونك اوكي اي خليك لا هي الحقيقه هي الحقيقه خليك لا 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 خليك ارجوك نعطيوك الكلمه نعطيك الكلمه من بعد راه في الملاكي ديال 60 مليون درهم ديال الحسنية هذا هو المحتوى هذا هو السعر كاين لي اخطاء ولكن ما بقاش بغيت نهضر خلي الرئيس ما عطيت والو اسيدي لا ما سيدي نو ما عطى والو سيدي نو بحال شي فون اللي جا كيصرع لي هذا الشيء اللي كاين دابا انا يا شوف الله يخليكم انا راه عطيت انايا وعطيت كل شيء باش تجي تقول لي فاشل واسمح لي لا ما تقوليش فاشل انايا يعني. ما تقوليش فاشل ما قلتكش ما عطيتيش هذوك ودي الحسنيه دابا كنميزو بين جوج الفريق الاول شركه رياضيه فرض انه تقصد بها باش يدخلوا الفلوس ويرجعوا المال هذوك الفلوس عندنا ثاني هذوك الفلوس هذوك الفلوس اللي هذوك الفلوس اللي عطاك وبلاتي وانت شديت ديال جميع ديال الشركه هذوك الفلوس هذوك الفلوس ماشي عطيتهم ليها لا 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 ل
هذوك اموال تعطاو للشركه راه غادي يرجعوا للجمعيه. عشان تجي تشرب وكاش تجيو في الكونت كورون يبقاو الدين ديال الجمعيه في الشركه هي. انت ما سجلتيهمش في الكونت كورون، انت ضيعتي الجمعيه وضيعتي الفيال وضيعتي الاجيال وضيعتي المدربين وضيعتي الروح ديال الحب ديال النادي. الله يهديك اصاحبي. وهو ارجوك نخليكم مصطفى الله يخليكم سي سعيد رجاءً الله يخليكم سي سعيد اليوم هذا تسير اليوم مصطفى سي سعيد رجاءً رقاو سي سعيد سي سعيد الله يخليكم ناقشوا بهدوء، كل واحد يعطي الرأي ديالو باحترام. حنا ما نقبلوش أنه يتمس شي واحد وأنه يتنعت شي واحد بشي نعت. الله يخليكم لا ما كاينش الله يخليكم، راه غادي تبقاو كدوروا في نقاط النظام.